فهمك حاجة مهمة ياسر راهو. تفضل حبيبي تفضل. خلينا نفهمك حاجة مهمة ياسر. خدمتنا جمهور، هذا غدوة قدمه باش يعمل وقدمه باش يتقبح ويعمل، كان يجبدوا به جمهور يعاقبوه، تلقى روحه لا ينجم يخلص من القناة ولا عاد يعيطوا له، وكيف كيف، الناس اللي حبت قايس سعيد امنوا به الراجل هذا شافوا فيه الاسبوار نتاعهم. قعد لهم ان سول اسبوار والاخر مخوفهم، كيما العكس وبالعكس. القنوات هذه هبطت بصفة متوحشة. زوز قنوات يسبوا في قايس سعيد، واحدة تشكر في نبيل خاطر متاعه والأخرى خدمتها. طلع شوية نبيل وهبطوا كمية الكسوري ولطفي وجل جواحة لكم هكا وعمل أبقى لطفي العمال. لا 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 يا لطفي، كون حوطة بناني قديمة، حوطة بناني قديمة يا لطفي. لا لا وسمو ذاك، وسمو ذاك يقوم. لا خليني خليني نحكي كما نحب. هو اللي كان معانا هنا ومشى الغاديكا وساع هنا ومشى الغاديكا سبو غلاب يقوم، مع احترامي ليه من اللي يقوم هذاك. واه تعب واه تقول شيء. والله بالحق والله بالحق، هذا اللي خليه يتكلم، خليه هذا اللي صار، هذا اللي صار. تاع فرق تاع فرق تاع الندابه هذا، فهمت شحالات. والاخر 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 وجه الحليب تاع المرايات، شو اسمه وجه الحليب تاع المرايات اللي ساق في النهضه وساق مع السابي وساق مع الرشيد. يا لطفي يا خويا يا خويا يا زملاء، خلنا نحكي لك المواطن في مخه يا اخي. في زملاء أصدقائي وزملائي، يا أخي مش معقول. ماناش نسب، احترم روحك يا حبيبي. ماناش نسب زملائكم ولا فما زملاء يا أخي. في المنظومة تخلى، في المنظومة زملاء. امشي للفكرة، زملاء سمير مهم زملائي، لأني أنا مو أنا نعمل في برنامج، مانيش منشط، مانيش كيفهم. أنا نعمل في برنامج يا لطفي يا لطفي. خلينا نكمل لك، خلينا نكمل فكرتي. علاش مليون واحد؟ علاش مليون واحد شفت الواحد؟ علاش مليون واحد شفت الواحد؟ انت مبدع. صارت لي في صفحتي نقصوا لي 200 الف، وصارت لي في صفحتي صارت عليا 2400 واحد يسب فيا. وقبلت علاش؟ اللعبه هي اللعبه مع الجمهور، اللعبه مع الجمهور، طلع في لعبه بتاع الجمهور، تحمل مسؤوليتك. اليوم انت اليوم جيت تسب في قايس سعيد خاطرك تحالفت مع القروي وما تخرجش من الحبس. اللعبة ذي ما تعديتش على لكن الحملة خلينا عايش خويا، خلينا نحكي معاك بلغة الشارع. الحملة ذي ما تعديتش على الجمهور، عملوا له حملة مضادة. راني جمهور ماني سيء، الإعلام نتاعكم بدوروا بالتلفزة ذي بكلهم. ما عادش جند، ما عادش توما تحكموا في الجمهور، هو يحكم فيكم. لأنه اليوم ريتو ولات عنده آليات الجمهور، هذا ما فهموش الإعلام. أنتوما اليوم ما عادش انت كصحافي اليوم. خلينا نكمل لك عايش خويا، ذي مهمة انت ليك انت وسامي. مع الحملة ضد مي القصوري بالطريقة هذيك، مانيش ضد مي القصوري عايش خويا. الحملة اللي صارت ضد مي القصوري، مش ضد مي القصوري. تشهير وتشهير، وهي وين حطت روحها؟ ما تحطش روحك، ما تحطش روحك ما بين شو اسمه النخالة يبربشك الدجاج. سمير مي تبقى مثقفة ونعرفها وافوكاتو محلاها وذكية جدا، حطت روحها في موقف نتاع دجازة. اليوم كل يوم يلزمها تخرج وتقول، يلزمها اليوم عندما تخلص يلزمها كل يوم تهبط مية وغيرها. هي عندها أفكار، ما تنجمش تولد أفكار ذكية كل يوم. أنت مية كل يوم إذا ما تهبط في بلاتو، إذا ما تظهر للشعب التونسي اللي هي ذكية واللي هي ضد الذكاء، لا جهة واحد ومشات معاه. هذه هي خدمتها الشعبوية، نوع من الشعبوية الراقية. ريت هي الشعبوية، هذه الشعبوية الراقية. عندها فئة معينة نتاع العباد، ما يا كو توا كي بو نو زيكليغي، يا كو توا كي بو بردنا على قلوبنا فينا وفك الشعبويين وفدرا شنو. هي خذات ولات الأميرة نتاعك الناس تبرم في قلوبهم فئة معينة، هذيك نوع من الشعبوية. طفلة مثقفة، طفلة مثقفة كيف هي ما تعملش بروحها هكاكا في البلاتوات. انت فهمت فيا ولا لا؟ علاش العباد مليون عبد جبد رواحهم؟ اتجرحوا، سبوا انقذوا قايس سعيد، انقذوا قايس سعيد، انقذوا قايس سعيد. يا اخي تسب شوية من غير ما تسب، لا لا من غير ما تمس، تسب شوية قايس سعيد من غير ما تمس، من غير ما تمس كرامة الناس، من غير ما تمس كرامة الناس. ما تتورطش في نقطة يا وين الكرامة؟ ما تمس كرامة الناس. شنو شكون قال كرامة؟ هذه عرك حمام، ما تجيش سخر يا سخر يا حمام. في هذا حمام، هذا هذا حمام حمام. انت طيب الرفيق، شكون وزعتي؟ شكون وزعتي؟ ما نوقفش الكلمه يعني من غير حد اللعب. حاتم بولافيار باش يغادر، باش يغادر. ليه عاد براس الحنينه؟ تفضل. انا نفهم نفهم خويا حسن كي قال نخوف. انا بيني نخوف، تعرف شنو نخوف؟ ما تخوف، تعرف شنو نخوف؟ متخوف ولا لقصة. اي لقصة متخوف كيف؟ ونفهمه ونفهمه علاش. اوكي سيد ما مش فرد راي، ونقول لك حاجه، من حقها مية، من حقه لطفي، من حقه شكيب، كل واحد عنده راي.
كم من حق سمير عنده راي وزي راي. كان يحكي ساعات. اسمع. كان يحكي ساعات. اسمع. سيب وعاد. اللي خشد لو خوفني وفهمني احسن. انت الدعم. سيبه يا شكري يا شكري. سيبه يا شكري. شكري خوي. ونفهم احسن. انت خوف من نوع من الاقسام، نوع من حنقولوها من الاكستريميزم. مليون راهو شيخة ومش أول مرة تصير، إيش معناتها؟ نحن شو لزمنا في تونس؟ لزمنا نفهموا ونحترموا الرأي ورأي الآخر. راهو من حقهم الناس هذوك ما عندهم رأي، من حق سحسن عنده رأي، من حق وما على خير من نقصيه، مش غدوة، أنا نقول لك حاجة يمكن نختلف معاه، ما نقعد صاحبه ونقعد فولور بتاعه. نقعدوا أصحاب في معلومة. أما لغة الإقصاء أنا ما عادش نتبع فيك، راهو إقصاء ديجا بعدت عليك، هذا اللي يخوف ما عادش كان أحسن نفهم. حاتم بولبيار، حاتم بولبيار خليك مش خاطر ما كملتش. مش نكمل فكرتي روح مو بفكرة من عندي ونخلع عن الدنيا. شوف أنت المليون هذوكم مواطنين كيفنا. انت بالعمايل متاعك انت رديت وصلت